بعد رحلة صيد شاقة تستمر الأيام إن لم تكن لأسابيع، يمضي الصيادون أيامهم في صراع متواصل مع الأزمات. وإلى جانب رحلة المعاناة من شحة الأسماك، يفتقر الكثير منهم إلى أدوات الصيد لارتفاع ثمنها من وقت لآخر. لأننا كصيادين أصبحنا الآن نروح ما نجيب حق الخارج حقنا، وما نقدر نغيث البيوت حقنا بسبب ارتفاع البترول، ولا سيمان الاصطياد أصبحت غالية، ارتفعت زيادة من ثلثين من قيمتها. العاقب بدل ما هي كانت بثلاثة ألف أصبحت الآن 12 ألف. على الرغم من ارتباط حياة الصيادين في البحر وقضى أوقاتهم في الصيد، إلا أن تفاقم الاحتياجات في هذه المهنة يصعب عليهم الحياة عموماً، لتبقى حياتهم عرضة للأزمات اليومية بشكل عام. يمثل العمل في صيد السمك مصدر حياة لمعظم سكان المناطق الساحلية، إلا أن ارتفاع أسعار معدات الاصطياد والمشتقات النفطية مثل عائقاً أمام الصيادين لتصبح مهنة الاصطياد لا توفر لقمة عيش كريمة في ظل هذه الأزمات. هنا يفرغ الصيادون ما ينتجونه يومياً في سوق سيرة، حيث أكبر الأسواق في العاصمة المؤقتة عدن، إذ اعتاد الناس على زيارة السوق لتوفر أنواع الأسماك فيه، بالإضافة إلى موقعه القريب من قلعة سيرة التاريخية. لكنه يشهد اليوم عزوفاً ملحوظاً نظراً لارتفاع أسعار السمك وقلة المستهلكين بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد. أزور هذا السوق، إنما الآن في الفترة هذه يعتبر الزوار خفت الزيارة على السوق هذا، أولاً أعتقد القيمة الشرائية ارتفعت الأسماك، والأسعار ارتفعت يعني، والله وخفض من حيث الوضع الاقتصادي العام للبلاد. هذا حيتان قعش 7000، يعني لابد انه يضع حد لهذا الوضع، يعني الناس لا مش قادره تشتري. ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحليه القى بظلاله على حركه العرض والطلب، فالصيادون يعيدون ذلك الى ارتفاع اسعار معدات الاصطياد والمشتقات النفطيه، ليبقى المواطن وحده من يدفع الثمن. أديب الجناني، قناة بلقيس، عدن.